شكرا. انتهينا من النقاش، وفي الواقع نقاش دام ساعتين ونصف، مما أكد اهتمام المجلس بموضوع التكوين المهني والتشغيل. وكما قلت في بداية الكلمة هذه، دوركم أراه دور مهم، نظرا لأن بالنسبة للشعب التونسي اليوم كله يهم ما أنتم بصدد إنجازه، سواء في ميدان التكوين المهني أو التشغيل. تبعت النقاش وقريت شوية التقرير، نلقى أن الدولة رصدت لكم 672 مليون دينار، منهم النصف تقريبا في الميزانية والنصف الآخر في صناديق الخزينة. وشفت قريت وسمعت أن التقرير هذا مبني على التصرف بالأهداف، وذكرت أو ذكر مقرر لجنة في التقرير على أن الأهداف هي تقليص البطالة، مقاومة العمل الهش، وساطة نشيطة بين العرض والطلب، الحرص على ضمان مردودية اقتصادية، نشر ثقافة المبادرة الخاصة. لكن كيف نجي نقرأ ما نلقاش مقابل هذه 672 مليون، 672 مليون دينار، شنو الخدمات وشنية النتائج بالخصوص اللي وصلتوا لها من خلال هالميزانية هذه؟ احنا ماشيين في نظام التصرف حسب الأهداف، والتصرف حسب الأهداف يجب تكون أهداف مضبوطة، والأهداف باش تكون أهداف يجب عندها مؤشرات، والمؤشرات يلزم تمكننا من التقييم. عندما قابلتك سيد وزير توا ثلاثة أيام مع بعضنا، قلت لي أنت بديت عملت تقييم، ونحب هون ينثني ونثمن معناها التصور تاعك. مازلت جديد أنت الوزارة، قلت يلزمنا باش نقيمه، التقييم ضروري في هالميدان هذايا وفي جميع الميادين. التقييم هو باش نشوفه هل الفلوس هذه حصرزتها الدولة في وزارتك أنت ولا في وزارة أخرى، شنو كان النتيجة متاعها وشنو كان التأثير متاعها الإيجابي على المواضيع أنتم مسؤولين عليها؟ ماذا بينا نعرف قداش كونتوا من إنسان، وفاش استوانتوا، وشو ما الاختصاصات. كان ممكن زادة مفيد كونوا نعرفوا الناس اللي كونتوهم أندراء زادوا في عدد البطالين ولا نسبة منهم لقاو خدمة، مما يدل على أن التكوين هذايا مرتبط بالهدف متاعه. التكوين موش خاية في حد ذاته، التكوين هو التشغيل. عندنا مجموعة من مكاتب التشغيل، ماذا بينا لو كان مذكور في التقرير ولا في قداش شغلتوا من واحد مكاتب التشغيل، إيش كان تأثيرها على التنقيص من البطالة، كما تنقيص من البطالة، تقليص البطالة والتقليص من العمل الهش. هذا ينجم يكون مذكور في أرقام. الأرقام هذه التقييم في ميدان التشغيل كان زاد عنده طريقة بالنسبة للسوق العمل، بالنسبة للعرض والطلب، قداش نصيب مكاتب التشغيل اللي هي موجودة وقائمة بعمل كبير في تشغيل الناس، يعني لو تو دو بينيتراسيون، يعني هذم هي الأرقام، فهمتني ولا؟ لكانت تفيد لو كانت موجودة. قاعدين نسهلوا على نحاولوا باش ننشروا ثقافة المبادرة، وقاعدين قايمين بمجهود كبير مشكورين عليه في هالميدان هذا. كان يكون مفيد باش نعرفوا وين وصلتوا في هذا. الناس اللي قاعدين
تتعاونوا فيهم. وصلتوا للنتيجة هي تو هالفلوس هذه موجودة وهال الآليات كثيرة اللي عندكم. الآليات مش حد في ماشي غاية في حد ذاتها. الموضوع ماهوش في عندنا أموال الدولة رصدتها باش نوزعوها على ناس بطالين كأني منحة بطالة، لا. الغاية من الآليات هذه هي تشغيل الناس، وكان مهم باش نعرفوا قداش من الناس اللي أخذوا الفلوس هذه وصلوا للغرض، سواء الناس اللي أخذوا الفلوس في اقتطاق الآليات أو بالنسبة للناس اللي باش نشجعوهم أنا بعث مشاريع، فهمتني؟ اللي يهمنا هو النتيجة. هذا علاش حبيت أنا في معناها آخر هالنقاش هذايا حبيت نبرز هذا، نبرز هذا مع تقديري الكامل للعمل اللي قايمين به في الوزارة هذه، ونعرف شخصياً لأني عشت في المدينة هذايا ونعرفه من قريب، نعرف الضغوطات اللي مسلطة على الوزارة، نعرف الخيام المنصوبة قدام الوزارة، الاعتصامات اللي موجودة في الوزارة، نعرف الاعتصامات اللي موجودة في مكاتب التشغيل، الضغط اللي موجود على أعضاء يعني أو عوان مكاتب التشغيل، هذا كل نعرفوه في هالمجلس هذا مناسبة باش نقدوا يعني نأكدوا تقديرنا للعمل الشاق اللي تقوم به يقوم به أعوان الوزارة هذه من وزيرها إلى كتبة الدولة إلى كل الأعوان المناسبة باش نشكروهم وباش نقدروا العمل بتاعهم. لكن بدنا أن في الإجابة متاعك أو بالخصوص في المستقبل التقرير متاع وزارة التشغيل بالنسبة مش للمجلس فقط، للمجلس وبالنسبة للرأي العام، هالستمائة مليون دينار، 670 مليون دينار، أشنو كانت النتيجة متاعهم على التشغيل وعلى تكوين الناس؟ سيد وزير الكلمة لكم، تفضل.